علينا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغزو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد مساء الخير يا أطفال. مش راكم لباس؟ راكم هايلين بهذه الرسومات وكامل؟ راكم فرحانين اللي جيتوا حصة عمو يزيد؟ نعم. إذا أنتم كذلك يا أطفال لكم تشاهدوا فينا وحبيتوا تفرحوا كما الأطفال اللي راهم هنا حاضرين معنا وحبيتوا تشاركوا في الحصة، ما عليكم إذا توجهوا الموقع الإنترنت بالشكل التالي. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. بعد التسجيل يا أطفال عليكم بشوية على الصبر، علاش؟ لأن التسجيلات كثيرة وأطفال كامل حابين يجي يحضروا مع عمويزيد وهو كذلك حاب يستضيفهم كامل، إذن شوية على الصبر وسوف نتصل بكم باش تحضروا معنا. يلا إذن على بالكم في بداية كل حصة نسي ونتوقفوا عند أيام دولية، كما هذه المرة كاين يوم يصادف يوم 29 فبراير اللي هو اليوم العالمي للأمراض المزمنة. على بالكم يا ناس بلي في الدنيا هذه يا أطفال كاين ناس مرضى عندهم أمراض مزمنة، يعني المرض هذاك ما يفارقوش، يعني دائما المرض هذاك ما يفارقوش عايش به. احنا اقل شيء ما نقدروا نديروا اننا نضمنوا مع هاد الناس، على الاقل نسالوا عليهم، نروحوا نزوروهم، نساعدوهم اذا كانوا محتاجين يا اخي، لانه الانسان ممكن يصيبوا اي مرض في اي وقت يا اخي، ربي سبحانه هو اللي يقدر على الانسان يا اخي. دونك نتوقفوا عند هذا اليوم هذا تاع الامراض المزمنه باش نضامنوا مع هاد الناس. في بداية كل حصة نطرح عليكم اللغز، تحبوا الألغاز؟ شاطرين في حل الألغاز؟ إذن لغز اليوم يقول، نظن اللغز تاع اليوم شوية سهل، دوك نشوف، ما هو الشيء الذي كلما قطعته بكيت؟ سهلة. ما هو الشيء الذي كلما قطعته بكيت؟ إذن فكروا لغاية نهاية الحصة أنتوما وأصدقائنا اللي راهم يشوفوا فينا تاني قدروا يشاركوا في الإجابة عن اللغز بالطريقة التالية عبر الإنترنت. والشاطر يعطينا الحل. أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الإنترنت مع آجل، اكتب عمويزيد.com اضغط على زرار جاوب على اللغز املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز، رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة، مبروك عليك الهدية. إذن يا أطفال فكروا في الإجابة عن اللغز، ما هو الشيء الذي كلما قطعته بكيت؟ على بالي شاطرين، في نهاية الحصة راح نرجع لكم. أنا حبيت نستضيف إكرام باش ديرنا نبدأ تاريخية عن شخصية معروفة اللي هو قدور شنين. إذن تفضلي إكرام، تفضلي. مساء الخير يا أطفال. اليوم جيت نحكي لكم على حياة الشهيد شنين قدور. يعد شهيد شنين قدور أحد أهم أقطاب الثورة التحريرية بورقلة، ولد بقرية منديل سنة 1909، وقد عانى ظروف القحط والحرمان التي تسبب فيها المحتلون، لم تسمح له الظروف بالالتحاق بالمقاعد الدراسية، ولكن رغم ذلك فقد كان فطنا وذكيا، وسرعان ما تعلم مهنة التجارة في المواد الغذائية وبعض المنسوجات مثل البرانيس والزرابي، وذلك من أجل إعانة أسرته. استغل الشهيد فطنته في التجارة ووسع مجال نشاطه ليشمل التعامل في الأسلحة، مصطحبا إبله المحملة بالسلع وبعض الأسلحة انطلاقا من غدامس بالأراضي الليبية مرورا بوادي سوف. تم اعتقاله عام 1944 لمدة 3 أشهر قضاها بسجن البرج الأحمر بورقلة و3 أشهر أخرى بغردايا، ثم تم نقله إلى سجن البرواقية ومنه إلى الحراش بالعاصمة،
حيث ألقى المستعمر القبض على أحد رفاقهم وبحوزته سلاح، وبعد التنكيل والتعذيب أقر أنه اشترى ذلك السلاح من شنين قدور الذي باغته في إحدى ليالي صيف عام 1944. بعد اندلاع ثورة التحرير سنة 1954 توسع نشاط البطل وتوطدت علاقاته مع ثوار الشرق الجزائري بمنطقة الأوراس الذين كان يتلقى تعليماتهم لتنظيم منطقة ورقلة تحت لواء جبهة وجيش التحرير الوطني، وراح يبدل كل ما في وسعه في سبيل القضية الوطنية. وعند اكتشاف المستعمر لنشاطه اقتادوه إلى معتقل العين البيضاء رفقة قرابة 80 مجاهد الذين سلطت عليهم أبشع أنواع العذاب. وفي يوم 18 ديسمبر عام 1957 تم إعدامه، رحم الله الشهيد. برافو برافو برافو، شكرا إكرام، شكرا إكرام، شكرا. يا أطفال أنتم مجتهدين في القسم، والطفل اللي ما يكونش مجتهد كيفاش نقولوا له؟ كيفاش نسموه؟ الطفل كاين المجتهد واش كاين؟ واسمك بنتي؟ وين تسكني مالك؟ في بومرداس. كيفاش نقولوا الطفل؟ الكسول. إذن كاين طفل كسول هنا؟ لا لا ما كانش. هاي برافو. عمو يزيد دار لكم أغنية تتغنى بالصفات تاع الطفل الكسلان. يا أخي يلا تغنوا كامل معايا. الكسلان الكسلان يطلب رزقه في الأوان، يحب يربح تمتم بدون تعب. احنا ماشي هكذا، احنا جديين يا أخي. يلا تغنوا كامل معايا الكسلان. يلا الكسلان الكسلان رزقه محدود، يطلب رزقه في الأوان، هو نايم وممدود. الكسلان الكسلان رزقه محدود، يطلب رزقه في الأوان، هو نايم وممدود. كانت أم توقظ ابنها مرة من نومي، طلت شمس الصبح طلت محلاه يومي. كانت أم توقظ ابنها مرة من نومي، طلت شمس الصبح طلت محلاه يومي. الكسلان الكسلان رزقه محدود، يطلب رزقه في الأوان، هو نايم وممدود. قال لها لم أشبع نوما كفي يا أمي، لا تذهبي نومي يا أمي فيغدو حلمي. قال لها لم أشبع نوما كفي يا أمي، لا تذهبي نومي يا أمي فيغدو حلمي. الكسلان الكسلان رزقه محدود، يطلب رزقه في الأوان، هو نايم ممدود. قالت كل الناس قامت تطلبه رزقا، إلا أنت لم تستيقظ كسلانا تبقى. قالت كل الناس قامت تطلبه رزقا، إلا أنت لم تستيقظ كسلانا تبقى. الكسلان الكسلان رزقه محدود، يطلب رزقه في الأوان، هو نايم ممدود. قال لها محلاه نومي ليلا ونهار، قالت لا يا ابني لا لا رزقك في الإبكار. قال لها محلاه نومي ليلا ونهار، قالت لا يا ابني لا لا رزقك في الإبكار. الكسلان الكسلان رزقه محدود، يطلب رزقه في الأوان، هو نايم ممدود. برافو، عجبتكم الأغنية؟ إذن الكسلان رزقه محدود، الإنسان اللي يحب ينجح في الدنيا لازم يكون جدي يا أخي.
أنا جتني فكرة دركا نروحوا الألعاب الخفة مع عم إبراهيم. يلا تصفيق على عم إبراهيم. السلام عليكم أطفال، جيت اليوم أنا السحر راح نقدم معكم تجربة راح نجربوها. نبدأ. شوفوا أطفال، قبل ما نبدأ عندي له كأس حليب، راح نجرب مع صديق من أصدقائكم يجي يتفضل معي لهنا ونبدأ هذه التجربة. يلا شكون يجي؟ يلا أتفضل أتفضل. باتمان، وش اسمك؟ هاني. عشت الأسامي، عطوا له صفيقة على هاني. أتفضل هنا هاني. إيه هاني راح يرجع ساحر في دقائق. شوف تفضل هاني، كيفاش دير باش تشرب هذا الحليب؟ لازم دير لهنا وتشرب. إيه دركا ترجع ساحر بلا ما تقدم عند الحليب، غير لهنا وشرب. نحسبوا على ثلاثة، واحدة زوج ثلاثة. أتفضل. زيد 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 زيد، ممتاز. زيد تفيق حر عليه. نزيدو نجربو تجربة أخرى أطفال. عندي قارورة تاع الماء هنا، اشرب. ممتاز. جبت شوية زيد، شرب تانيك. ممتاز. زيد مرة أخرى. ها شطور. دوك نغلقوا القارورة هذي. ها واش نجيبو؟ كامل عندكم واحد كيما هو في الدار؟ عندكم؟ يلا أتفضل هنا قدم. دور هكذا، هبط ودنك، دور وجهك ليهم وهبط ودنك، هبط راسك هكذا. زيد زيد هبط راسك، زيد هبط راسك. ممتاز. واو اعطوا له صفيقة حارة. أطفال، ولكن الغريب في الأمر كل يقول لي عليه هو أنه هذا الماء راح نسف عليه وش يرجع؟ أطول صفيقة حارة. شكرا على المشاركة. برافو 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 برافو. شكرا عمو إبراهيم. برافو. تصفيق على عمو إبراهيم. تصفيق تصفيق تصفيق. برافو يا أطفال. هنحكي لكم دركا حكاية الأرنب الكسول. كما سمعنا من قبيل الأغنية الكسلان رزقه محدود، نروحوا دركا نحكي لكم حكاية الأرنب الكسول. يلا معي. يا أطفال، كما وعدتكم عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية الأرنب الكسول. واحد النهار في الغابة كان الأرنب والأرنوبة يسكنوا في واحد البيت، بيت من خشب، ولكن عند الباب تاع الخشب تاع البيت تاع الخشب عند الباب كان كاين أحجار، يعني كاين بزاف الحجر. والأرنوبة كانت تقول للأرنب كل يوم تقول له نحي الحجر هادو نحيهم، يقول إيه إيه خلي غدوة خلي غدوة إيه. ومن بعد غدوة من ذاك يخرج هو كي جا راح يصوتي فوق الحجر هادوك تحت كسر. قالت له شفت قلت لك نحيهم، قال لها خلي خلي غدوة. مكسر هكذاك وكامل كسول، يعني ما يحبش يخدم. وهي كل يوم تقول له نحي الحجر هادو من عند الدار، انا نطيحو رانا كذا. قالها لا 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 لا، من بعد من بعد نشوف من بعد نشوف. جازو ايامات هكذا هو كيما على هذه الحال هذه، جازو ايامات هو دائما على هذه الحال هذه ما يحبش يخدم. واحد النهار الارنوبه دارت فطيره، دارت الفطير، وقالت له واش رايك يا ارنوب نزقوا لجارتنا نعرضوها، هي الدبة هي عندها العسل، الدب يحب العسل. قالت له هي عندها العسل، احنا درنا الفطير
نعرضوها تجي لعندنا نوجه لها دعوه تجيب العسل معها وناكلو كامل الفطير بالعسل. ومن بعد هذاك النهار جات الدبه جابت العسل وجات. كي جات شغل زلقت مع هذاك الحجر اللي كان عند الباب وكامل زلقت وطحت على الدار هذيك كامل هدمتها كامل تهدمت هذيك الدار. عمو يزيد عمو يزيد نستخلصوا من الحكايه انه من جد وجد ومن زرع حصد. بالضبط بالضبط شفتوا الارنب الكسول لانه لم يجد وقع عليه البيت هذاك وماتوا كامل. اذا الجد يا اطفال اذا كان الانسان لازم يقوم بعمل لازم يقوم به بجد ما يكونش كسول. يا اخي يلا معايا يا اطفال انا دائما نحب كي تجوا لهنا وتحكوا لي نكت طريفه وحكايات جميله. شكون اللي عنده نكته ولا عندها نكته جميله تجي تحكيها لي؟ شكون؟ تعالي بنتي روحي تعالي. واسمك بنتي؟ اسمي خديجه. خديجه وين تسكني خديجه؟ نسكن في سطوالي. في سطوالي خيار الناس. حكينا النكته تاعك. كاين واحد الطفله هي واسمها أنوبة كانت في الدار ومن بعد قالتلها ماماها قالتلها بلي ما تركيش من الدار انا حنشري متى راح تشري. بعد جات بكت بعد شافت طبطب عليهم بعد شافت يجريها بعد قالت له انت مشي ماما يا انت يا ذئب. ومن بعد راح صبغ روحه بالصبيغه ومن بعد رجع ليها بدا فتحت له الباب ومن بعد شكلها. اذا ما لازمش نفتحوا الباب الناس اللي ما نعرفوهمش. يا اخي برافو بنتي برافو. شكون اللي عنده حكايه؟ شكون اللي عنده حكايه؟ تعالي بنتي روحي تعالي. واسمك؟ ملاك. ملاك وين تسكني ملاك؟ في البيار. في البيار. احكي لنا النكته تاعك. مدرستي الحبيبة من منزلي قريبة أبوابها مرتفعة أقسامها متسعة أحببتها من قلبي لأن فيها صاحبي أغدو بها طبيبا أو كاتبا أديبا. برافو هذه أغنية هذه. برافو بنتي برافو. يا اطفال شكون اللي عنده نكته ولا حكايه جميله؟ شكون 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 شكون؟ تعالي بنتي اروحي اروحي تعالي تعالي. تعالي اقعدي قدام عمو يزيد. واسمك بنتي؟ ساره. اسمك شباب. وين تسكني ساره؟ في بوسعاده. في بوسعاده. اذا تحيه لكاع الناس بوسعاده لما يشوفوا فينا توجه لهم تحيه كامل. احكي لنا حكايه ولا تغني لنا اغنيه. عندك حكايه؟ احكي لي حكايه. كان واحد الارنب قالت له ماما انا رأت اقعد في الدار كنت جا اروح عن الطيب بدك غط راحت هي وخرج بدك جاي الذيب ويجي مورها بدك هي بدك هو قاعد خايف من بدك جات ماما قالت له لا خرجت قال لي اسمحي ما بديش نعاودها. برافو برافو بنتي برافو برافو برافو. شكون عندك؟ تعالي بنتي ارواحي تعالي تعالي بعدي قدامي. واسمك بنتي؟ ملك. الاء ياسمين. اوه اسمك طويل. كيفاش حابين نعيطوا لك حنا؟ الاء. الله يبارك. وين تسكني الاء؟ بومرداس. في بومرداس. احكي لنا النكته تاعك ولا. كان جحا عنده دراهم بعد هو قال نروح الان ريستورون باش ناكل. هو كي راح للريستورون ما يعرفش غير هذاك ريستورون يهدر بالفرنسي وجحا ما يعرفش الفرنسي يعرف غير كلمه اللوبيا. بعد هذاك بعد كمون دار اللوبيا بدا شاف واحد ياكل في الدجاج تشهاه قال بدا بقى يستنى حتى وين يقول اسمه باش يقول. بدا هذاك الراجل اللي كان ياكل في الدجاج قال له اونكور باش يزيد له. بدا تشها بدا قال له اونكور عم بالو الدجاج واسمه اونكور. اوكي بدا بقى ياكل غير اللوبيا. برافو برافو بنتي برافو برافو. لا برافو برافو.
إذن يا أطفال، الحقنا الجواب عن اللغز. ما هو الشيء الذي كلما قطعته بكيت؟ شو اللي عنده الجواب؟ واسمك بنتي؟ رشا. وين تسكني رشا؟ سحاولة. في سحاولة، وش هو الجواب؟ البصل. البصل. واسمك بنتي؟ أنايس. خوك هذا أنايس؟ إيه. قولوا يقعد. أقعد هيا. واسمك؟ خالد. شحال في عمرك خالد؟ توافيا. باش تقولي شحال في عمرك تشوف في اختك؟ تعرفش؟ تعرف؟ 3 سنين؟ إيه. 3. وانتي بنتي شحال في عمرك؟ 7. الله يبارك، الله يبارك. عسي خوك كمال. عندك الجواب؟ واش هو؟ البصل. البصل. واسمك بنتي؟ ماريا. وين تسكني؟ جزائر العاصمة. في العاصمة. انتي تاني عندك جواب؟ واش هو؟ البصل. 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 وانتي بنتي عندك جواب؟ روبيني. روبيني. ما هو الشيء الذي كلما قطعته بكيت؟ شنو روبيني؟ وانتي بنتي؟ قلتي لي خلاص. قلتي لي وانتي؟ البصل. 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 وش هو؟ البصل. البصل. تعرفوا البصل اسمه بالرومية؟ تعرفوا؟ واسمه؟ البصل. البصل بالرومية، تعرفي؟ لونيون. فوالا فوالا لونيون. إذن هو البصل يا أطفال. كلما قطعته بكيت البصل. روحي بنتي عطيتي لي الجواب الأولى، أعطيه الهدية تاعها. تعالي، أنت عطيتي لي الجواب الأول، تعالي تعالي تعالي. إذن حنا الشاطرين اللي نسيبوا الجواب عن اللغز، عمو يزيد يهدي لهم كوب. تحبي تشربي الحليب؟ نعم. برافو، هكذاك تشربي الحليب وتتفكري عمو يزيد، يا أخي. وهذا سيدي من حق الطفولة، إن شاء الله تستفادي بهم بنتي. لا شكر على واجب، العفو بنتي، بالتوفيق بالتوفيق. إذن احنا اليوم عندنا عيد ميلاد وليد. وليد رايح يجي لهنا، نغنوا له عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاطو تاع وليد وإحنا نغنوا له. يلا عيد ميلادك أحلى عيد، تعال وليد، تعال وليد، أنت حبيبي. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي لبيا تسالى وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لبيا تسالى وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. وجمال هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل.
برافو 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 برافو. إذن عمو يزيد يشعلك الشمعة ديالك ونديرو العد التنازلي مع بعض. 8 7 6 5 4 3 2 1 يلا طفي الشمعة. برافو 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 برافو. تصفيق عليه تصفيق عليه. إذن ولدي عمو يزيد يهدي لك شهادة المشاركة في إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد اللي انتم كامل غير تخرجوا منها تسيبوا الشهادات في انتظاركم باش تحتفظوا بهم كذكرى حضور تصوير حصة مع عمو يزيد وتكون في ظرف جميل هكذا. تفضل وليدي الظرف تاعك. وكذلك بما أنك أرسلت 5 قسيمات من حليب رامي واخترناك باش تجي تحتفل بعيد ميلادك معنا، إذن رامي راعي الحصة وممول الحصة يهديك هاد الهدية لعيد ميلادك وتتمثل في طابلت كيدز إن شاء الله تستفاد. أك فرحان؟ يا برافو برافو برافو. هكذاك تستفاد بها وليدي. فوالا عيد ميلادك أحلى عيد. وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم ابقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل على نفس القناة، قناتكم الشروق تي في على 5 تاع العشية نهار 3. نحبكم يا أطفال. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد.